من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ سام نساه. أستاذ سام أهلا بك. ناخد تعليقات جبران باسيل أنه ليس هناك توافق الآن بينه وبين التيار الحر وبين حزب الله. الرجل يعلن فض الاتفاق أو فض التوافق أو الائتلاف، سميه ما شئت، لكن يعني إلى أي حد يمكن يعني مناقشة هذه النقطة تحديدا؟ يعني محمود، للأسف الشديد أنه أستاذ جبران باسيل على غرار باقي القوى السياسية اللبنانية تتصرف وتعطي يعني مواقف دائما متأخرة. يعني مثل الحكومة اللبنانية وافقت على تنفيذ القرار 2701 متأخرة، اليوم جبران باسيل يفض الاتفاق مع شريكه وحليفه الذي تفاهم معه سنة 2006 بعد تقريبا 19 سنة من الأخطاء المتراكمة، عندما ضعف حزب الله قرر رئيس التيار الوطني الحر أن يفض التحالف معه، بمعنى أنه يريد أن يرمي نفسه من السفينة التي تغرق. يعني هذا موقف حقيقة، يعني بالحقيقة غير أنه موقف متأخر ومتأخر جدا، هو موقف انتهازي. يعني هذه انتهازية سياسية يا أستاذ سام. انتهازية سياسية نعم، من دون أدنى شك، إنما تدل على أن الاتفاق كان لأسباب مصلحية شخصية لا تمت بصلة إلى المصلحة الوطنية، وقد تم لفت أنظار أو انتباه التيار الوطني الحر والرئيس عون عندما كان رئيس الجمهورية وقبل ما يصل إلى رئاسة الجمهورية، حيث نحن لن ننسى المحطات التي مر بها لبنان من حرب 2006 إلى 7 أيار، نعم، إلى تفجير المرفأ، إلى المحكمة الدولية قبل ذلك، كل مواقف عارضها ووقف ضدها ومارس كل أشكال وصنوف التحالف والعرقلة مع حزب الله. اليوم عندما يسقط حزب الله ويضعف، حضرة الأستاذ باسيل يتراجع ويقول أنه هذا أخطأ وهذا صح وهذا صواب. ماني هذا موقف، قلت لك وأكرر وأكرر ألف مرة قولي أنه موقف انتهازي، إنما أيضا حتى أكون موضوعي وعادل، أنا لست بحيادي في هذه النقطة، أنا أحاول أن أكون موضوعي. حال جبران باسيل كحال بقية رجال السياسة في لبنان للأسف الشديد يمارسون هذا النوع من، أنا أسميه، السياسة يعني على الطريقة اللبنانية. طب أستاذ، خلينا ناخد هذا التصريح لباسيل على أنه عنوان لمرحلة اللي هو إعادة تفكك خارطة التحالفات اللبنانية وإعادة رسم خارطة تحالفات سياسية جديدة في هذه المسألة. من ممكن يحزو حزوه؟ يعني من القادم في خارطة، من المرشح لأن يتفكك أكثر من حزام السياسي الذي صنعه أو صنعته سلطة حزب الله؟ الواقع محمود، الحلفاء حزب الله كانوا يعني بالجانب المسيحي عندك التيار الوطني الحر، يعني حزب جبران باسيل هو القوة المسيحية الرئيسة المتحالفة مع حزب الله، وهناك بعض الأحزاب العقائدية مثل الحزب القومي السوري والحزب الشيوعي وبقية الأحزاب التي فيها من المسيحيين ومن المسلمين. الأساس في التحالف طبعا مع حزب الله مسيحيا التيار الوطني، وفي الجانب الآخر هو نبيه بري، يعني حركة أمل. حركة أمل حتى هذه اللحظة هي متحالفة، والنبيه بري رئيس مجلس النواب هو الأخ الأكبر كما قال نعيم قاسم في إحدى الخطب الثلاثة الأخيرة. لو حتى الآن يبدو أن الرئيس بري متمسك بهذا التحالف، على الأقل
لا أريد أقول أنه متمسك، أنه يحاول الحفاظ على علاقة قوية ودافئة مع الحزب، واليوم هو المتحدث الرسمي كما يقول باسم حزب الله. هذا أنا برأيي الأستاذ نبيه بري أو الرئيس نبيه بري مرشح بفعل حجمه السياسي، بفعل دوره كرئيس لمجلس النواب، وبفعل أنه حليف لحزب الله على مدى أكثر من 33 سنة، رغم المشكلة الكبيرة اللي صارت بيناتهم والدم الذي سال بالثمانينات بين نعم الحزب وبين أمل، مرشح أن يلعب دور أكثر حيادية، يعني أن يلعب دور وطني من شأنه، بدل أن يفض التحالف مع حزب الله أن يجر حزب الله إلى الحاضنة اللبنانية. أنا ما بقول يجر الحزب، لأنه صار اليوم الحزب غير موجود وإيران هي اللاعب الرئيسي، أن يجر قادة من الحزب إلى حد ما معتدلين واعيين بعد فيهم منسوب من اللبنة إلى الحاضنة اللبنانية، يعني إلى الدولة، هذا ما أعنيه. وهذا دور يستطيع أن يلعبه نبيه بري من دون أن ينفصل، بمعنى أن يتحول من حليف إلى خصم. مش مطلوب من الرئيس نبيه بري ولا مطلوب من أحد، حتى ما كانش مطلوب من الأستاذ جبران باسيل أن يفض التحالف. المطلوب هو العمل مع القادة العقلاء في الحزب، اللبنانيين في الحزب، أن يعودوا إلى لبنانيتهم، وأن نجمع شمل الطائفة مجددا، وأن نعيد قدر الإمكان ما يمكن إعادته إلى الدولة اللبنانية. أستاذ سام، كم خسر الحزب بالأرقام؟ يعني كم خسر هذا التحالف، تحالف حزب الله، أمل، الموجودين في هذا التحالف حينما يخرج التيار الوطني الحر؟ يعني كيف سيؤثر ثقلا بالأرقام؟ يعني لو فتحنا باب البرلمان وبدأنا في بداية انتخاب رئيس أو اختيار رئيس، هل يمكن هذا الانسحاب يؤثر بالعدد لا وبالقوة؟ هذه النقطة، سؤالك كثير مهم محمود، سؤالك كثير مهم. جبران باسيل خروجه وانتقاده لموقف أو لمواقف حزب الله من الحرب، من الإسناد، من المشاغلة من إيران، لا تعني أبدا أن جبران باسيل في الانتخابات الرئاسية لن يكون متعاونا مع الثنائي الشيعي حتى الآن. أقول الثنائي الشيعي، بعدني أعتقد أنه في ثنائي شيعي، إنما النقطة الأصعب، أول شيء جبران باسيل لن يغادر هذا التحالف على الصعيد السياسي، لأنه يهرب من الجميع، يهرب من القوات اللبنانية وأن يتحالف معها أو أن يساعد القوات على وصول رئيس قريب منها. لا يزال أو ما يزال يرفض قائد الجيش، وأنت ذكرت في بداية الحديث أنه ما بيعتبر قائد الجيش قادر على جمع اللبنانيين، وأن قائد الجيش ليس لديه مشروع سياسي، وكأن بقية مرشحي الرئاسة لديهم مشاريع سياسية وهو على رأسهم. نريد أن نعرف ما هي المشاريع السياسية الموجودة عند كل من يسمون أو نسميهم نحن مرشحين لرئاسة الجمهورية. فبالتالي حزب نعم. الله اليوم هو 11 نائب، إذا عم نحكي أرقام، هو 11 نائب أعتقد لم أكن مخطئا. جبران باسيل تقريبا بين 12 وال14 نائب، بعد أن تراجعت كتلته من أكبر كتلة إلى كتلة من 12 نائب في البرلمان. يعني المجموعة التي كانت موجودة، إذا احتسبنا أن حزب الله قادر أن يصل إلى مجلس النواب، وهذا أمر مشكوك به،